عم بتوب عيوني شو عامل فيك الوداع اخوفي تصدق ظنوني وانطر بعمر الضياع وعينك عم بتوب عيوني شو ربت بعيد تررم وبعدت قريب وجمعت حبيب على شمل حبيب وانطال الوقت على الركاب يجري كلامهم في سؤال وجواب. ما اهلا 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 يا ست ماه. الله يخليك، كيفك حاج محمود؟ انا كويس الحمد لله. ازيك انت وازاي الاموره بنتك؟ بخير الحمد لله. الحمد لله. فين الغيبه دي كلها؟ محدش شافك ليه؟ اخ يا حاج محمود، بهالشغل شو بدنا نساوي؟ معلش. طب ما تفضلوا. لا معلش انا مستعجله شوي. رفيقتي نوره مثل اختي وجوزها بيقرب لك. يقرب لي ازاي؟ مصري من بلدك. هو في احلى من المصريين؟ ما تزعليش يا ستي، والسوريين كمان. تسلم الله يخليك. نورة جوزها سافر، تركها وما رجع، ووضع صعب. بما انه قرايبك فانت المسؤول. يا سلام، من عيني دي قبل دي. مش عشان جوزها مصري، لا، علشان الناس لبعضيها، ده اولا يا ستنا. ثانيا بقى المصريين ولاد حلال، يعني اكيد يا بنتي حصل سوء تفاهم ولا حاجه كده، مش كده برضو؟ ان شاء الله. المهم هلأ إنه نورة لازم تشتغل مشان تأمن حالها وحال الولد اللي بده يجيها. حامل؟ ألف مبروك يا بنتي، إن شاء الله ربنا يقومك بالسلامة. الله يسلمك حاج محمود. أنا عندي ماكينة لحالي، وشو ما بدك بعمل، خياطة، تطريز، حبكة، در، زي اللي بدك يا تتنوريني.
بس لمؤاخذة يعني، هو المعلم بتاعكم عنده شغل؟ نورة كانت تشتغل عنده، بس ما صدقت امتى خلصت منه. انت بتعرف مشاكله كتير منيح، حتى انا ما مصدق امتى اخلص منه. اه الواد ده فعلا مشاكله كتير ولازم يتحط له حد، وده كله من ابوه، سايب له الحبل على الغارب وبيديله من غير حساب، فاكر الناس كلها ملكه. هلا عمي قل لي، انت بتقدر تساعده؟ يا عندك يا عند اي واحد ادمي من اصحابك. لا عندي يا بنتي. ازاي وامتى؟ طب انا عايز افهم مين المسؤول. ايوه يوسف بيه، هو ده اللي حصل. طب وشريك التهامي عمل ايه؟ هعمل ايه في ايه؟ طيب طيب انا هنزل مصر، بس لازم تخلوا الموضوع ده في طي كتمان. طيب مع السلامة. لا حول ولا قوة إلا بالله، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. تسلم يا عم، الله يرزقك ويرزقنا كلنا يا بنتي. تفضلي. يسلم. أنا هبعت لك القماش مع مروان لحد باب بيتك. ما في داعي تعذب حالك، أنا بيجي باخد القماش منهم. وهو مروان بيعمل إيه غير الشاي؟ وفي الوقت اللي أنا مش موجود فيه بيعمل فيها معلم، المعلم مروان. طيب مرة بتبعتلي لمعلم مروان ومرة أنا بيجي، وبكون طلعت من البيت وغيرت جو. على راحتك، المهم تكون أنت مرتاحة وولي العهد كمان يكون مرتاح. طول عمري بدعي إنه الله يبعتلي ولاد الحلال، وأنت منهم يا حاج محمود. يا بنت ربك ما بيقطعش بحد، ربك رب عطا، بيدي البرد على قد الغطا. بس ما تتضايقيش مني يعني، انا كنت عايز اعرف ايه حكايتك مع جوزك وسابك ليه. انا حاسس ان الحكايه دي تخصني، ما اعرفش ليه. وانا كمان حاسستك واحد من اهلي، ما بعرف ليش. يا اهلا وسهلا يا انور، تعالى لسه كنت جايبه سيرتك وبقول انك مش نافع. فهمني بقى ايه اللي بيحصل، لان انا مش فاهم اي حاجه من هاله. يا ستنا وتجرسنا، ما سبتش حد ما سالتوش، ما حدش راضي يقول لي على حاجه. حتى المهندس حسام وحامد بيخرجوا من الشركه دلوقتي من غير ما بيقولوا لي رايحين فين. غريبه قوي. طب ما فيش اي اخبار عن زيد السبكي؟ ما فيش اخبار جديده، انما الشغل ماشي عالي العال بعد الاتفاقات اللي احنا وقعناها واطمئنينا على كل حاجه. بس ما يمنعش برضه يا ست الكل ان حضرتك تكلميه في التليفون وتدردشي معاه، يحس حتى ان برضه حضرتك معاه في الشغل ومتابعاه. فكرة كويسة يا أنور، هكلمه. ازيك يا هلولة؟ ازيك، نورتي. ألو، مساء الخير، ازيك يا إنجي؟ أنا سلوى مرات يوسف بيه، أكلم زيد بيه من فضلك؟ مسافر؟ هيتأخر؟ آه طيب، ممكن لما يرجع بالسلامة تخليه يتصل بيا للأهمية؟ متشكرة أوي، مع السلامة. مسافر وماله؟ واحد مهم راجل أعمال زي ده لازم يكون مسافر على طول. ما تقلقيش، ان شاء الله لما يجي يوسف بيه بالسلامه هيفاجئ بالشغل والانجازات اللي حضرتك حققتيها وعملتها له. مغامرة بس كانت محسوبه. استغفر الله العظيم، ليه بس كده؟ ليه؟ وشو اللي عملها؟ هلأ معرفش، هنقفل الشركة بقى، هنعلن إفلاسنا، معرفش أبو سمير. استغفر الله العظيم. غريبة حكايتكو دي، إزاي اتجوزك وسابك بعد مدة قصيرة وبعدين رجع يدور عليك تاني؟ حكايته ايه الجدع ده؟ اكيد عايزك وبيحبك، وربنا هو اللي اعلم بحاله.
يلي شفته قدامي انه هو كتير منيح وابن اصل، بس ليش كذب علي وتركني فجأة؟ ما بعرف. اكيد كان مضطر يكذب عليك. كيف يعني مضطر يكذب علي؟ الراجل يا بنتي لما بيحب بيعمل اي حاجة. المهم انت ناوية تدور عليه تاني؟ خبرني رفيقه هلأ انه هو بالشام الحمد لله، بس مين بدي اسأل عنه؟ كيف بدي لاقي؟ ما بعرف. والمشكلة انه انا هلأ وضعي صعب وحامل، ما فيني عيش بلا. معلش يا بنتي ما فيش مشكلة ملقاش حل، ربنا موجود. بتعرف عمي ارتحت كتير لما حكيت لك قصتي. وانا ان شاء الله لازم اعرفك على هدى مراتي، ست طيبة قوي ولما تشوفيها هترتاحي لها. يا ريت، بتشرف والله. نرجع بقى لكلام الشغل. بص بقى يا ستي، انا في الاول هديلك اجره ما هياش مجزيه قوي، بس نجرب بعض. شغلك عجبني اجرتك هتزيد. لا ان شاء الله بيعجبك. انا بكره الصبح بمر لعندك وباخذ القماش. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يطول عمرك، فهم علي. رحت سألت على لشختورة قالوا لي بالسجن المركزي، وهذا حبيب عمري أخوي صديقي، مثل ما بتخاف علي لازم تخاف عليه وتطالعه. يا ابني شختورة حرامي، ما حدا بيقدر يطالعه لك يا ابني. خلينا نروح نزوره بالسجن، بيكون ميت من جوعه هلا، بيكون خرمان عشي سيجارة، مع انه هو ما بيدخن. لازم نزوره، والله ما بعرف شو بيكون صاير معه هلا. لا تخاف عليه، لبين ما يخلص محكوميته بيكون أولادك كبروا. أبو بديح أنت ليه مو همك مشاعري؟ هذا رفيق عمري. ليش تأخرتي؟ وين كنتي؟ بالبيت. البيت؟ أنو بيت هاد؟ بيتي. لا تكسبي علي، انتي ما كنتي بالبيت، قلتي لي رح تأخري ساعتين، خلص النهار ولهلا ما شرفتي. بنتي كانت تعبانة شوي. لسا بتقلي بنتي، فوتي نمري على الشغل، حاش حشش برا طعمة. يلا لك عم بقول لك ادخلي. الأحسن إنه تخبر حدا من عيلتك يوكل لك محامي، لأنه شغلتك كبيرة كتير. أنا مالي عيلة. بهيك حالة ممكن المحكمة توكل لك محامي دفاع، لأنه في كتير ناس من أمثالك بفوتوا على السجن بتوقفوا لسنين لبين ما يصدر حكم فيهم. الله يطمن قلبك يا سيدي. كل ما كنت نظامي كل ما بتشوف معامل حلوة مني. خدوا يا ابني. اسألوا هاني، مصدقيني حضرتك انا ما قدرتش، دول ما سابوش الشركة لحظة واحدة. اديني بس حضرتك وقت عشان اعرف اخطط وتكتك. يا ستنا وتجرسنا ما تقلقيش طول ما انا موجود. طيب يا أنا. ربنا يعمل فيه الخير. يلا مع السلامة. صوت عمامة. حي وصلك يا أبو عمار. أما مسترة وأبوها الشيخ ولافف عمامة، وأبوها للجهل سكر بوايا بيا ماما. آخ لك يا كفا يا دهر تظلمني لحدين. آه يا أبو عمر. غدرت أحبابنا وزاروا لحدين. قول
والاخروق تعرف تعمل شاي؟ انت الزعيم هنا؟ ايه انا اكبر راس هون. في واحد منكم بيعرف يعمل شاي؟ يعني خلاص نويت تسافر؟ غصب عني يا ابو سمير، لازم ارجع مصر. الله يعوض عليك كل شيء صرفته. نوره ما تتعوضش يا ابو سمير. انا يمكن كل اللي بيحصل لي ده بسبب اللي عملته فيها. سامحينا يا نوره. مبسوطة أن يوسف عم يدور عليك. ما بعرف بس انبسطت لما قال لي رفيقه أنه عم يدور علي. يمكن راجع ندمان، يمكن شايف تسمحني، يمكن لسه بيحبني بده يعني. ما بعرف إذا كنت مبسوطة ولا لا. والله المهم أنه يجي. يعني تعبت كتير، تعبت نايت، تعبت تعبت. نورة اليوم دريت بالمشغل أنه في واحد مصري سائل عني. إيه؟ أنا وقتها ما كنت هنيك، واليوم لحتى خبروني. معقول يكون يوسف؟ مين بده يكون غيره؟ المصيبة أنه رضوان عرف بالقصة. شو عرف؟ يعني سألني مين هذا المصري؟ وإن شاء الله خبرتي أنه جوزي؟ رضوان عمل لي فضيحة بالمشغل وصار بده يعيط علي. ما حسنت اتهرب منه، بس صدقيني ما قلت له انه انت عندي. الله يهديكي يا نهال، شو هالعملة هاي؟ حياتك يا نورة مو بإيدي، بس انا عم اقول لك هالحكي لانه هو عم يدور عليكي، يعني انت كمان لازم تدوري عليه. ان شاء الله ان شاء الله، بس هلا اهم شيء رضوان ما يعرف اني عندك مشان الله ناهد. ولو يا نورة قلت لك من قبل اني ما راح اقول له، انا وعدتك. لك أوف يا ماما، الصخر الصم لو ببكي رسالي، صخر الصم لو ببكي رسالي، ما عمره مركب ببحرك رسالي، والله وزع على القبر بعتتلي رسالي، لشق الكفن وقرا الكتاب يا ويلي. لك كفا يا دهر تظلمني لحدين، غدرت احبابنا وزاروا لحدين، يا وين طلبت المني للرحال
لحدين حباب الما بعد منه نحباب يا قاسي ملي ما مال الهوى يا عيني ملي يا صبية ملي ما مال الهوى يا عيني يا نور عيني ملي ما مال الهوى يا عيني ملي يا صبية يحرق قليب الهوى يا عيني شو عمل فيا ايه يا حبيبتي؟ مش عايزة تنامي عشان تصحي بدري وتروحي المدرسة زي البنات الكبار؟ عادة يا ماما، أظن ما كنتش فاضيين ونسيتوني. انساكي ازاي بس يا حبيبتي؟ في حد في الدنيا ينسى روحه؟ انتي وكمال عندي اغلى من اي حاجة في الدنيا. احنا بس كنا مستنيينك تكبري علشان تعرفي حاجات كتيرة اوي يا رجاء. زهقت من قعدة البيت دي، بس صحتك عندي بالدنيا، يا رب تقومي بألف سلامة يا كمال. بابا وحشني أوي يا ماما. سلامة قلبك. شو حبيبي؟ شو قصة المراجعة والبردية هاليومين؟ لتكوني أخذت برد أو أكلة شي أكلة نظيفة؟ والله بجوز يا نورة، بس أنا لازم أروح على الشغل ضروري. كيف بدك تروحي أنت هيك؟ رح أقوم أجيب لك دكتور. لا ما بتروحي لمحل. خلص أنا هلا بتحسن، شغلتي بسيطة. كيف يعني بسيطة؟ بلكي معك تسمم. لا لا أنا ما معي شي، أنا بعرف إنه ما معي شي. خلص هلا بشرب ليموناضة وبتحسن. روحي انت تيسري على شغلك. كيف بدي خليكي لحالك؟ هي وداد وهي سوسو حبيبة قلبي معي. خلص ما بطول. سلامتك حبيبتي. الله يسلمك. ان شاء الله انا ولا انت. عيد الشر عن قلبك. شو حبيبتي؟ لا تخافي انا منيح. يعني لسه ما جاش؟ لا ما جاش. طب ربنا يكرمك، لو شفته قول له يكلمني ضروري، ولو حصل واتصل بيك من سوريا قول له ما يسافرش قبل ما يكلمني ضروري. ايه؟ هو حضرتك بتتصل من سوريا؟ طب
لو في حاجة عايز حضرتك تبلغها له أنا أقولها له، أنا تحت أمرك. لا لا، الموضوع خاص شوية لمؤاخذة. طيب، أنا كان قصدي أخدم حضرتك، أنت حر. شكرا، مع السلامة. ربنا يهديك يا يوسف، وتكلمني قبل ما تسافر. أكيد مخبي عني شيء. أنا بعرف نهاد لما بتكذب، بعرفها منيح. مستحيل ما تكون بتعرف وين نورا. درسي لي أبوك يا جماعة، ما بدي قطعة تختلف عن الثانية. ها الله يرضى عليك. شو ما اجت لهلا؟ لا، أنا بفكر أنت أعطيها إذن. شو عليه؟ بسيطة. طالما تارك المحل بالمهاجرين وجاي خصوصي مشان ناهد، معناتها شغلة كبيرة. بقى احكي لي شو القصة. بعدين خاطرة مهونة. هتقدري بقى تخلصي كم حتة؟ على هوا التيسير، بعمل جهدي اعمل اكبر كمية في الاسبوع ان شاء الله. هي ناهد ما بيساعدكش ليه؟ الله يكون بعونك، يا دوب تلحق شغلك. عموما اسأليها، لو حابة تشتغل معانا يبقى خير، انا احب الناس اللي اشتغلوا معايا يبقوا طيبين زيكم كده. هذا من اصلك الطيب. يلا السلام عليكم. مع السلامة. تحب مروان يوصلي؟ لا ما في داعي، شكرا. سلام. طمني طمني، شو صار معك؟ عملت كل اللي اقدر عليه، اتصلت بشريكي وبالشركة وبالناس اللي عرفهم واللي ما عرفهمش كمان. أنا ضعت يا أبو سمير، ضعت. وكل الله يا رجل. أنا بشو بقدر ساعدك؟ مشيني من هنا. تروح اليوم على الشغل مالك شايفه حالك كيف تعبانه؟ واذا ما رحت على الشغل بيقلعوني، منين بدنا ناكل؟ طيب خلص خلص اختي مثل ما بدك. زكاتك وداد، لا تنسي تعطيها الدواء لسوسو بغيابي. على عيني. بطرقة تدور عليه، شو أعمل؟ شو أعمل؟ علمي يعني هيك ما عرفان شو بدي اقول لك، بس قصدك بخدمه. خير خير يا طير. بدي اياك تقول لي اي قبل ما تعرف شو هي الخدمه. وانا ما راح اقول لك اي بلا ما اعرف شو هي الشغله. يا معلمي، شختوره شختوره بدي وكل له محامي وما عرفان كيف، وبدي اياك ما تخجلني ومبين الشغله عويصه. بدي اطلب منك 500 ليره سلفي على راتبي، فما جا راتبه اي قوم نقلع من وشي. لو بتشتغل عندي 500 سنة ما رح يصير راتبك 500 ورقة. هلا هذا اللي طلع معه؟ هي ولك هذا بدل ما تجمع مصاري لحتى تتجوز وتصير مثل العالم والخلق، اسا مشيتك ورا شختورة رح تدهورك. يسلموا. هلا
شو قصتك انت؟ معلم رضوان. ايه معلم رضوان، شو مخبي علي؟ ماني مخبي شيء. لك ليش لالا ما رحتي على الشغل؟ امبارح متاخره على الاذن اللي اخذتي، بعدين تعالي هون، جوز نورا شو عرفوا فيني وبمحلي؟ صدقني ما بعرف، يمكن مثل ما قلت لك نورا عطته العنوان، بس انا ما بعرف شو بده مني. خير ابو الشباب، شو دخلك انت؟ نورا؟ نورا؟ شو صار لك؟ يا لا جوزك نورا تعالي سلام. يعني ايه ما يسافرش من سوريا؟ وايه الموضوع الخاص والمهم ده؟ لا 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 لا، انا مش فاهمه اي حاجه، وبعدين الموضوع ده فيه ان انا مش هفضل قاعده ساكته كده وانا مش عارفه جوزي فيه ايه ولا بيعمل ايه. انت كمان ما عرفتليش مين ابو سمير؟ ترى ايه يا انور؟ امال انا مشغلاك في الشركه دي بتعمل ايه؟ انت مش نافعني في اي حاجه. بقول لك ايه، انا عايزاك في خدمه تكفر بيها عن كل اللي انت بتعمله معايا ده، مش عايزه الجن الازرق يعرف عنها حاجه. اسمعني كويس، اعصابها تعبانه لازم ترتاح، جيبوا لها هذا الدواء. بس هي حامل دكتور، بصير تاخذ دواء؟ هذا الدواء ما بيأثر على الحمل، بس اهم شيء ما تزعل. قدي بتقمر؟ ما في داعي، الحساب واصل سلفا، الأستاذ وديع عمل لازم، مع فاية. الله يعافي قلبك، شكرا كثير. لسه كل واحد بيقول لي ديري بالك من الزعل، خلاص، صار الزعل بدمي. صار عم استغرب إذا لقيت حالي فرحانة. مرحبا. اهلا. اخوك الصغير خالد. اخوك الكبير شوهي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا اخي شاهين. كان عندي انا مجموعه اقتراحات لتدعيم حاله السجناء بالسجن، بس ما حدا عم يسمعني. شو عندك اقتراحات؟ الاقتراح الاول يكمن بضروره انشاء مكتبه وطنيه داخل السجن لحتى السجناء يتثقفوا شوي ويرتفع مستوى الوعي الثقافي عندهم. والاقتراح الثاني انه يفرغوا مصلح اجتماعي للسجن. انت اللي جابك لهنا؟ ظلم والله العظيم ظلم. كنت ماشي بالحاره وقام علقت خناقه، قال شو، وقفت لاتفرج وحلل شخصيه المواطن العربي الفقير والمسحوق. عم بعد شوي اجت الشرطه وضبطني معهم وجابوني لهون. الله وكيلك. يعني كنت عم تفكر؟ دي صار لك هنا؟ رح يصير لي قريب الشهرين يا زلمة. ما في حدا بيجي بزورك؟ طبعا، كيف لك أخي، بيجي لعندي كل يومين ثلاثة. أخو؟ إيه؟ فما جاي يخدمنا الخدمة؟ شو هي الخدمة؟ على عيني وراسي، اللي بدي وصل رسالة لرفيقي إني أنا هون. إيه مو تكرم عينك، من هالعين قبل هالعين. عم تسمعني أخي شاهي؟ إيه عم بسمعك. شو الاقتراح التالي؟ بقى سيدي الاقتراح التالي يكمن بضرورة تشكيل حلقات دراسية للسجناء، بحيث يقعدوا مع بعض كل 4-5 ويدارسوا أوضاعهم وشو اللي أدى فيهم إلى هذا المصير المقيت بقلب السجن. إمتى بجي أخو؟ أخي شي يومين. شو معلم مقدر؟ شايف لك الشباب صاروا صحاب وحباب. يضرب منه إلو أصلاً طنجرة ولا يضغطها. وقتلت ناهد، أنا كتير آسفة مشانك،
يمكن رضوان بده يقلعك بعد اللي صار بسبب اليوم. لا تحكي ليها، اصلا انا متمنيه يقلعني من زمان. طيب اذا يعني ما عاد رحتي على الشغل، ليش ما بتجي معي لعند الحاج محمود ونشتغل سوا هونيك؟ لنشوف بجوز، المهم بالاول بس تخلص هاي القصه على خير ان شاء الله. بس انتي ليش ما اشتغلتي عنده لهلا؟ والله كتير حبابه وقدم. قلت لك يا نورة من قبل كان لي اسبابي. كنتي خايفه من رضوان؟ ما طبعا كنت خايفه من رضوان، لانه هو واحد ما بيخاف الله وكان مستعد يفضحني مشان يقطع لي برزقتي وين ما رحت. بس انا الحق عليه، نسيت انه الرزاق هو الله مو العبد. انت ايش كرهاني حاليا؟ أنا لازم أنزل دلوقتي مصر حالاً يا ماما. خير يا بنتي؟ في حاجة؟ لا أبداً، واحدة صاحبتي عيانة ومحتاجاني ولازم أبقى جنبها. صاحبتك مين؟ مديحة. مديحة يا ماما. مديحة، أنا أعرف كل صاحباتك، ما أعرفش حد بالاسم ده. لا لا لا، دي صاحبتي من أيام زمان، من أيام المدرسة. حضرتك مش هتفتكريها، وبعدين يصح يعني حد يطلب مساعدتك وتقولي له لا؟ لا طبعا يا حبيبتي، ما يصحش. ربنا يديك على قد نياتك. انا حاجة اقعد مع الولاد، بس انتي ما تتاخريش. متشكره قوي يا ماما، ربنا ما يحرمنيش منك ابدا. مش لازم اقول لشريف، أكيد مش هيسمح لي وهيوقف لي كل حاجة. يا والله ما شفته إمتى دفع، أصلا مخي ما كان معي وقت شفتك وقعتي بالأرض. الله يحميكي ويحمي اللي ببطنك. بس بتعرفي مو حلوة، يعني لازم نرجع له مصرياته اللي دفعه. لا تحكي ليهم، أنا اليوم بمر وبدفع له إياهم. شو قلتي لي اسمه؟ اسمه وديع. شو بيشتغل؟ ممثل. عم تحكي عن جد؟ يعني بيطلع بالسينما؟ لا هو بيساوي مسرحيات، بس مو هلأ صار عنا تلفزيون بسوريا ومصر، بقى هو عم يطلع على جبل قاسيون وهنيك عم يمثلوا. والله حلوة الشغلة. يلا ابني، هاي الأكلات بتوصلهم لشختورة، ما تتأخر على شغلك مشان ما يزعل منك معلمك أبو منير. خلص أبوي خلص، بوديه لشختورة وبوشي على القهوة لعند أبو منير. منيح هيك؟ منيح. السلام عليكم. وعليكم السلام، مع السلامة. الله يهديك يا ابني ويبعد عنك شخدورة وولادين الحرام. قادر يا كريم. يا وين سارح بالروض؟ خايف يا شفيق، خايف من نورة. ايه من نورة، خايف بكرة تعملنا شي مصيبة او شي قصة. ايه ما بتسترجي، اصلا رقبتها بايدك. شلون يعني؟ حاولت تقتلك، لولا ما لحقت حالك على المستشفى كنت رحت فيها. بس البنت كانت عم بتدافع عن حالها، يعني القانون معها مو معي. معها إذا استرجت تقول للشرطة شو كنت ناوي تعمل، بس هذا النوع من البنات درويش بيخاف من الفضايح. هيك قلتك؟ طبعاً. طب وجوزها المصري؟ ما بعرف، بجوز القصة كلها تأليف بتأليف. هيك قلتك يعني؟ إيه طبعاً، نورة وناهد خططوا هيك مشان يخوفوك. طب وهذا الزلم اللي اجى عم بيسأل عن ناهد مين بيكون؟ مقدر تضرب شو غشيم، مين بده يكون يعني؟ اها، أقول حالي ناهد ليش كانت خايفة؟ وما عم ترضى تقلي مين هذا الزلمة؟ مبيني أشكرها، بدها اثنين يحكوا فيها. ومو بعيدة يكونوا مصاحب نورة كمان. قلت لي شفت نورة رايحة لعند ناهد على البيت؟ ايه، وقت لما جافتني غوطنت. ما شاء الله شو حساسة. طبعاً هذا الموضوع لا يمكن له أن يتحقق إلا إذا توحدت المناهج وأيضاً خرجت الجماهير الشعبية إلى الشوارع لكي تعبر عن إرادتها. خلصنا أخوي، والله العظيم صار راسي مثل الطبل. أخي ليش ما عم تخليني أعبر عن ذاتي؟ ولك عبر قد ما بدك عبر، بس عبر بعيد عني، استر على عرضك عبر. شاهين عطية. راسي بيه؟
لا، زيارة. زيارة؟ تأخر. شختورة! بابو، لك شو عرفك انه انا هنا؟ هالأنداز عزو بطوش هنن قالوا لي انك بالحبس. مسيك، هاي تياب شفت لك يا هون من البالة، وهي أكلات من البيت، صحة وميت أنا. شفت شو عمل فيني هالندل أبو إياه؟ خلص بدو، بدي انتقم لك منه. المهم، اشتقت لك قد الدنيا. والله وأنا كمان، هات بوسيك. ها؟ شغلة سهلة كتير، أنا فيني أجيب تلفزيون بسهولة. إيه طبعاً فيك تجيب تلفزيون أخي، بس تاخد أجرك من المسرحية بوشك لعند الدولة، بتدفع المصاري وبسجلوا اسمك بالقرعة، هي كل القصة. الله يطعمنا يا رب. آمين. مرحبا جار. أهلا وسهلا. أهلين جار. شوفك وديع. مع السلامة يا زان. كيف نورا؟ طمنيني. الحمد لله منيحة. الدكتور قال شوية تعب وإرهاق. إيه الحمد لله. طيب وهذا الأذى عم يضايقكم شيء؟ لا، أنا جاي رجع لك المصاري اللي دفعتهم للدكتور. أعوذ بالله، شو عم تحكي؟ انتو جيراننا يعني مثل اهلي. ما بصير استاذ ودي. الله يخليكي، بزعلها. كتر خيرك. طيب سلم لي كتير على الست صباح. الله يسلمك، مع السلامة. شكرا. عطتي المصاري؟ ما رضي ياخدهم ولا بأي شكل. قال شو نحن أهل، وإنه أبوه المختار إذا دري إنه أخذ مصاري بده يجن جنانه. وعلى فكرة اليوم المساء عاملين عندهم جمع على أهل الحارة ليتفرجوا على التلفزيون. تعرفي ما حدا غيرهم عنده تلفزيون. بقى يلا قومي زبطي حالك مشان نروح لعندهم. والست صباح مرته للمختار مرة مثل السكرة، رح تعجبك. بقى قومي يلا زبطيلي حالك. نهد، مو شايفة حالتي؟ ماني قدرانة. يعني مو حاجتنا نكد ومشاكل؟ بالله قومي خلينا نغير جو. بعدين وينك مو حلوة مشان الزلمة؟ ها يعني هو ما قصر بحقنا. ليكي هي أول مرة رح شوف التلفزيون. بقى يلا خلينا نروح. أنا حتى على السينما ما رحت بحياتي. بس أنا رحت على السينما، يوسف أخذني. بس أنا يوسف ما أخذني. شرفي يلا. وينك عم بتدوب عيوني، شو عامل فيك الوداع؟ خوفي تصدق ظنوني وانطر بعمر الضياع. وينك عم بتدوب عيوني، شو عامل فيك الوداع؟ تصدق ظنوني وانطر بعمر الضياع. لا تطفي آخر شمع حلمي ولا تضيعني بليل العتمة. غورني وشد علي الضم، عم بنده من قلبي رجال.